بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بنختم المنتدى الثاني للتعليم العالي بالتزامن مع عقد المؤتمر الرابع عشر لمنظمه البلدان الاسلاميه. الحقيقه الملتقى ده كان يعني فرصه كبيره جدا لتبادل الخبرات بين كافه الجامعات المصريه، سواء كانت جامعات حكوميه او اهليه او خاصه، ايضا مع البلدان المشاركه في الملتقى البلدان الاسلاميه من كافه الدول الاسلاميه. جامعه فنلندا شاركت وكان لها روابط داخل المنطقه، وتقابلنا مع كثير من وفود الجامعات المصريه ومع وفود الدول الاسلاميه. يعني الحقيقه الملتقى ناقش العديد من القضايا الحاده جدا في مسيره التعليم العالي، وكان اهمها مناقشه مواصفات الخريج في ظل التغيرات التكنولوجيه الحادثه في التعليم، وعلى راسها تغيرات الثوره الصناعيه الرابعه والخامسه، وما هو مطلوب من الجامعات المصريه لكي تتواكب مع هذه المتغيرات. الحقيقه الجامعات المصريه مطلوب منها الكثير علشان تطور من مواصفات الخريج لكي يصبح متعاطي مع ما هو مطلوب لمهارات التوظيف في ظل الالفيه الثالثه، في ظل التغيرات المصاحبه للثوره الصناعيه الرابعه والخامسه على مستوى العالم. ان شاء الله يعني في الايام القليله القادمه نعمل في جامعه فلاج على تطوير برامجنا الدراسيه، نعمل على تقديم الجديد من البرامج التعليميه، ايضا نعمل على رفع اداره الساده اعضاء التدريس ومعاونيهم كي يستطيعوا تطوير هذه البرامج التعليميه، ولكي يوصفوا برامج وقدرات تعليميه جديده قادره على تخريج خريج يكتسب مهارات تتعاطى مع ما هو مطلوب للوظائف في الالفيه الثالثه ان شاء الله. شكرا جزيلا والسلام عليكم.